مساكم الله بالخير مشاهدينا، ويا هلا ومرحبا فيكم في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي مساء الخير يا كويت. في البداية حابة أرحب بفريق العمل المتواجد معنا في الاستديو، أكيد زميلي عبد الله. مساء النور فاطمة، مساء الخيرات والمسرات لكم جميعا أينما كنتم مشاهدينا الكرام، وجولة جديدة وأمسية جديدة من برنامج مساء الخير يا كويت. نقولكم وين ما كنتوا يا هلا ويا مرحبا فيكم. عبد الله، حكومتنا ولله الحمد تعمل دون كلل وملل بمشاركة القطاعات المعنية والصفوف الأولى في محاولات مستمرة لاحتواء فيروس كوفيد 19، وهذا الجهد المشكور يسهم في تقديم كل الدعم والرعاية الصحية المتكاملة لكل المواطنين والمقيمين. نعم بالفعل زميلتي فاطمة، هذه الرعاية تسير وفق أحدث النظم والبروتوكولات الصحية المتعارف عليها دوليا، ودولتنا ولله الحمد ما تقصر، لكن نحن شركاء في هالمسؤولية الاجتماعية والأمانة اللي يحملها كل مواطن ومقيم. أولى هذه الأمانات الكثيرة ضرورة اتباع النظم الصحية والشروط الموضوعة من قبل الدولة لتخطي هذه الجائحة بإذن الله، ومساعدة القطاعات المعنية في إنجاح مهمتهم على خير وجه. أخيرا وليس آخرا، نسأل الله السلامة والأمن والأمان لديرتنا الحبيبة والصحة والسعادة لكل من يعيش على هالأرض الطيبة. فاصل ومن ثم نواصلنا وأمسية مساء الخير يا كويت. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، ويسرنا الآن في أولى فقراتنا نتواصل عبر الهاتف مع الأستاذ سعد السعيدي مدير إدارة المعادن الثمينة بوزارة التجارة والصناعة، وراح يكون حديثنا عن طبيعة العمل في هذه الإدارة والمهام الموكل إليها. حياك الله وساعة المباركة وشكرا لقبولك الدعوة أستاذ سعد. أبد أبرك الساعات، طال عمرك ومسي عليك وعلى جميع الأخوة متابعين برنامج مساء الخير، أنا سعيد الوجود معكم. حياك الله. حياك الله أستاذ سعد ويانا في مساء الخير يا كويت. في البداية ودنا تكلمنا عن خطة عمل إدارة المعادن الثمينة بوزارة التجارة والصناعة في المرحلة الثانية. نعم طبعا، بس إدارة المعادن الثمينة احنا عارفين أنها من اسمها إدارة فنية تخصصية، هي تابعة حق قطاع الشؤون الفنية وتنمية التجارة في وزارة التجارة والصناعة. طبيعة عملنا هي الإشراف والرغابة على المعادن الثمينة والمجوهرات المعروضة في جميع المولات والأسواق التجارية في شتى أنحاء الكويت بموجب القانون 23/1980. احنا حطينا خطة عمل مع جميع المسؤولين في إدارة المعادن الثمينة حتى ننسق الإجراءات الوقائية والاحترازية اللي احنا ملتزمين فيها أثناء عودة العمل مع المرحلة الثانية. فحطينا بعض النقاط على أساس يلتزمون فيها جميع المراجعين والموظفين في الإدارة. تم تعقيم الإدارة بالكامل طبعا، سواء مكاتب الموظفين والمختبرات التابعة حق الإدارة، وحرصنا على قاعات استقبال المراجعين تكون آمنة وتم تعقيمها. أكدنا على جميع العاملين الموظفين في إدارة المعادن أنهم يستعملون الكمامات والقفازات. نعم. اشترطنا طبعا الفحص الحراري سواء الموظفين أو المراجعين قبل الدخول للإدارة. أكدنا من خلال طبعا اللوحات الإرشادية والملصقات على التباعد الاجتماعي للموظفين والمراجعين، وأعدنا طبعا مثل ما أنتم عارفين في جميع مرافق الدولة والوزارات، وزعنا الموظفين على دوام أسبوعي النوبات.
حتى نضمن الاشتراطات الصحيه والوقائيه. نعم استاذ سعد، يمكن نما الى علمنا ان في طبيعتين للعمل، في عمل في الاداره معها المعادن وفي عمل ميداني مثل ما تفضلت. في هالحاله استاذ سعد، الشروط والاجراءات الوقائيه والاحترازيه المتبعه هنا وهناك وايضا مع المراجعين لعدم انتشار الفيروس، يا ريت نتعرف عليها استاذ سعد. مثل ما ذكرت اخوي طال عمرك، احنا بالنسبه حق الاجراءات العمل الميداني تقوم جولات تفتيش على جميع المحلات مع الالتزام بكافه الاجراءات الوقائيه، رصد المخالفات الموجوده في المحلات، احالتها في حاله الاشتباه الى الجهات النيابيه. طبعا بالنسبه حق العمل داخل الاداره مثل ما ذكرت قبل شوي، ان ناكد على التباعد الاجتماعي للموظفين، وفرنا حتى مكتب خاص حق كبار السن او ذوي الاحتياجات الخاصه ان نخلص معاملاتهم باقصر وقت ممكن. طبقنا طال عمرك جميع الاشتراطات الوقائيه والاحترازيه على جميع الموظفين والعاملين في الاداره. نعم استاذ سعد، يمكن قاعد نشوف احنا بعض الصور اللي عرضوها لنا الكنترول اللي هو الاستقبال المراجعين، فهل في آلية محددة او ارشادات معينة قاعدين تقدمونها للمراجعين حتى تقدمون لهم هذه الخدمات ضمن الاشتراطات الصحية؟ اي نعم، بالنسبة حق المراجعين احنا ابتداء من يوم الاحد وزارة التجارة افتحت الاونلاين لهم عن طريق حجز موعد المراجعة حتى يراجع المندوب. نعم. مندوب الشركه او صاحب الشركه كل من له علاقه يراجعني حتى يقدم مشغولاته. احنا طبيعه عملنا طبعا فنيه بحته، يستدعي احضار المشغول او المعدن الثمين اللي معه حتى يتم اتخاذ كافه الاجراءات. فبالتالي فيه احنا عندنا ضوابط وشروط معينه يلتزم فيها المراجع بتقديم كافه البيانات والطلب اللي هو يبي. احنا نقدم خدمات كثيره، طبعا فعلنا بعض المعاملات ابتداء من اليوم. هذا ما معناه يعني طوال المده اللي طافت اثناء الازمه انتشار الفيروس الاداره كانت شقاره وكانت تقدم جميع الخدمات غالبيه الخدمات، ولكن ابتداء من اليوم قدمنا كافه الخدمات مثل طلب تسجيل ورشه محليه، طلب تسجيل مؤسسه او شركه، طلب اصدار هويه مندوب وكثير. عندي انا من الخدمات حوالي 20 خدمه تقدمها اداره المعادن الثمينه للشركات وللمؤسسات او للمستهلكين سواء مواطنين او مقيمين. نعم استاذ سعد، يمكن من خلال عمليه الاستقبال وصل هالمعدن او هذا الحجر في الاستقبال يذهب الى موظفين ثانيين يقومون بعمل تحليل، يا ريت نتعرف. نعم. على كيف يمكن ان يتم تحليل هذا المعدن ونفصله. نعم. بين الغث والسمين والدمغة مالته اللي رقم العيار وهالامور هذه، يا ريت نعطي الساده المشاهدين نبذه عن كيف تتم عمليه التحليل. طبعا هو بدايه تبدا المعامله كخط انتاج في الاداره عندنا، عندما يقوم مندوب الشركه او صاحب الشركه او صاحب العلاقه بتقديم هذه المشغولات الى اداره المعادن الثمينه، يقوم قسم الاستلام باستلامها والتاكد ومطابقتها سواء من ناحيه الوزن او نوع المشغول. انا اقصد بنوع المشغول، هل هو مضعد، هل هو اسواره، هل هو قلب، فتحديد نوع المشغول والعيار المطلوب اللي يتقدم فيه صاحب هذا العمل او صاحب الشركه. طبعا بعد تحصيل الرسوم المقرره على المشغولات نوزنها ونتاكد منها وناخذ منها الرسوم المقرره من الوزاره، ترسل الى قسم التحليل والتجهيز وهو قسم الاكس راي. هذا القسم طال عمرك يقوم بفحص جميع المشغولات المعادن الثمينه ونتاكد من نوع المعدن ونحدد النقاوه، شنو نوع العيار اللي فيه، قد يكون 24 او 22 او 21. وبعد ذلك طال عمرك نحيل الى قسم وسم المصوغات، وسم المصوغات هو قسم معني بوضع ختم الدوله على المشغولات الثمينه. نعم. حتى بعدها يتم تسليمها الى المندوب لعرض هذا المنتج في الاسواق وفي المحلات التجاريه حتى المستهلك يقبل على الشراء وهو مطمئن نوعا ما. نعم، استاذ سعد، هذا بخصوص المعدن، ماذا عن كيفيه التعامل مع الحجر الثمين او الحجر الكريم؟ الحجر الحجر الكريم طال عمرك عندنا قسم الاحجار الكريمه، يتم احاله جميع المشغولات المرصعه سواء كانت بالالماس او الاحجار الكريمه او الاحجار الشبه الكريمه. عندما يتقدم صاحب الشركه او الزبون عندما ياخذ مشغول معين مرصع بالالماس مع فاتوره، يقوم هذا القسم بمطابقه جميع المواصفات الفنيه حق الالماس او حق الاحجار الكريمه. نتاكد ان جميع المواصفات سواء كان الكلر او الكلاريتي او الكت حق الالماس مطابق لما هو مذكور، اذا كان في خلاف او عدم مطابقه يتم استدعاء صاحب هذه الشركه او الورشه لاخذ الاجراءات القانونيه فيه.
نعم أستاذ سعد، من مراقبتكم لأسواق الذهب المنتشرة في البلاد، شنو خطتكم في رصد المخالفات ومتابعتها وأيضا التجاوزات وقيمة هذه المخالفات خاصة مع عودة الحياة التدريجية؟ نعم، احنا بالنسبة الخطة موضوعة من زمان واحنا ماشيين فيها، وجولاتنا مستمرة بالتعاون مع الأخوة في الرقابة التجارية وكذلك إدارة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب، متعاونين معانا يطلعون في جولات. نعم. كل إدارة تقوم بإجراء المخالفات اللي هي معنية فيها. جولاتنا مستمرة، ولكن في أثناء الأزمة جولاتنا خفت لأن أغلب الأسواق التزمت بقرار مجلس الوزراء بالإغلاق أثناء الحظر الكلي. أما أثناء الجزئي كانت المحلات بسيطة اللي هي، فانخفض نسبة المخالفات عندنا بشكل كبير. ولكن بما أن عودة الحياة رجعت الحين وفتحت المحلات، احنا اليوم اختي وانت تتكلمين اليوم كان عندنا جوله بالفروانيه، ضبطنا حوالي 4-5 مخالفات بسوق المباركيه، اليوم رصدنا 3 مخالفات، فمستمرين. والمخالفات طبعا يقوم فيها فريق من اداره المعادن الثمينه اللي يملكون الضبطيه القضائيه، يمارسون عملهم في شتى المحافظات الكويتيه، ومن ثم ناخذ الاجراءات ونستدعيهم ونحيل عند ثبوت المخالفه عليهم، نحيلها الى النيابه التجاريه لياخذ كافه الاجراءات. نعم أستاذ سعد، نحن في أسرة مساء الخير يا كويت دائما في كل قطاعات الدولة لهم نصيب معنا لإبراز هذا النشاط الملحوظ، ومن ضمن الإدارة اللي حضرتك على رأسها لابد عندكم إحصائيات، يا ريت نتعرف على عدد المعاملات التي أنجزت من خلال هذه الجائحة كوفيد 19، وأيضا نتعرف على رسوم الكشف على المعادن الثمينة. نعم طبعا انا عندي احصائيه ابتداء منذ تعطيل العمل في مرافق الدوله، احنا بلشنا من كنا مستمرين 15/3 رفعنا كتاب حق الوكيل المساعد للقطاع، شكلنا فريق بلش العمل من 15/3 لغايه 31/5. الاحصائيه اللي انجزوها الاخوان فريق اداره المعادن الثمينه 792 معامله افراد جمركي، 86 معاملة كشف مشغولات ثمينة، 495 فحص ودمغ مشغولات ثمينة، 36 إفراج عن الموازين، 41 معاملة مطابقة وفحص المستهلكين. الوزن الإجمالي للمعادن الثمينة خلال شهرين ونصف فقط تقريبا 3 طن معادن ثمينة ومجوهرات وأحجار كريمة. الرسوم اللي تم تحصيلها تقريبا أقل من 70,000 دينار بقليل. نعم كل الشكر لك الأستاذ سعد السعيدي مدير إدارة المعادن الثمينة بوزارة التجارة والصناعة، والله يعطيكم العافية، يعني رغم الظروف الاستثنائية اللي تمر فيها الديرة إلا أنكم يعني حريصين على مصلحة الناس ومصالحهم. مشاهدينا طالعين فاصل وراجعين لكم. أهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام، وضمن الجهود التي يبذلها رجال الإطفاء تمت السيطرة ولله الحمد على حريق مخزن في منطقة مغارة، والذي تم بمشاركة عدد من فرق الإطفاء. وحول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف النقيب رضا السلمان مسؤول شبكات التواصل الاجتماعي بالإدارة العامة للإطفاء. مساء الخير نقيب رضا، ويريت نتكلم عن هذا الموضوع لك الهوى نقيب رضا. نعم مساك الله بالنور، يا هلا مرحبا فيك اخوي عبد الله، وايضا مساك الخير على جميع المشاهدين. جاك لكم امانه التواصل والاطلاع على الجهود التي تقوم بها الاداره العامه للاطفاء. بدايه نطمئن الجميع، لله الحمد يعني تمكنت فرق الاطفاء من السيطره على حريق دلع مساء يوم امس
في منطقة عمقرة، وكان الحريق في أحد المستودعات التي تبلغ مساحتها أكثر من 2000 متر مربع، مساحة تبديلية قدرت ب 2500 متر مربع. طبعا لله الحمد يعني فورت لف البلاغ اللي كانت الساعة 3:19 مساء هرعت فرق الإطفاء إلى الموقع من مراكز الجهراء الحرفية والتحرير. أول ما وصل قائد الموقع إلى المكان اتضح بأن الحريق يستدعي تدخل فرق إطفاء إسناد حتى تتم السيطرة على هذا الحادث وعدم انتشار الحريق إلى باقي المستودعات والمصانع القريبة منها. للأسف يعني القسيمة كانت بين مصنع ومصنع آخر، وكان من الممكن أن تمتد النيران نظرا لسرعة الرياح وأيضا ارتفاع درجات الحرارة اللي كانت أيضا يعني تواجه إخوانكم رجال الإطفاء، ولكن بفضل من الله سبحانه وتعالى والخطط التي وضعت للتصدي لهذا الحادث تمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على هذا الحريق من دون وقوع أي إصابات وإخماده. يعني أيضا يمكن قد يكون الآن يعني حاليا في الموقع هناك فرقة إطفاء تقوم بعمليات التفتيش، وهذا طبعا الإجراء روتيني لأن المخزن فيه طبعا كميات من البضائع مخزنة، والبضائع عبارة عن شنط وبطانيات ومخزنة بطريقة التكدس، وهذه طبعا صعبت أيضا كثيرا على رجال الإطفاء من الوصول إلى بؤر النار اللي كانت موجودة. تفضل اختصاصنا. نعم نقيب رضا، يمكن من خلال الحادث أول شيء خطاكم السوء أنت وإن شاء الله وكل من ساهم في هالأمر، نوع المصنع لا علاقة في الحريق أو طبيعة عمل هالمصنع؟ نعم يعني أستاذ عبد الله، المحترق أو المنطقة المحترقة هي عبارة عن مخزن يحتوي على شنط وبطانيات، لكن ملاصق في مصنع وأيضا من الجهة الأخرى مصنع آخر. الحمد لله يعني أن الجهود التي بذلت في مكافحة الحريق تمت محاصرته، وكانت النيران في المخزن فقط لم تمتد لله الحمد إلى المصنع المجاور. طبعا الآن نحن يعني نباشر في الأسباب عن طريق مراقبة التحقيق في حوادث الحريق. يعني هناك بدأت فعليا مراقبة التحقيق حوادث الحريق بالكشف عن الملابسات، من المتوقع إن شاء الله خلال يومين يتم الكشف عن الأسباب التي أدت إلى اندلاع هذا الحريق. يعني يمكن الأسباب كثيرة، هناك يعني دائما يمكن احنا نناشد إخواننا أصحاب المخازن أصحاب المصانع أصحاب أي منشأة حرفية دائما التقييد في إشراطات الأمن والسلامة الخاصة في الوقاية من الحريق. يعني دائما الإدارة العامة للإطفاء تضع عدد من الأنظمة في المواقع، وللأسف لا يتم استغلال هذه الأنظمة مثل مطفاة الحريق، خراطيم المياه التي موجودة، أجهزة الإنذار المبكر يجب أن يعني تعمل بصفة دورية عن طريق طبعا أيضا تجرى لها صيانة من قبل الشركات المختصة في الإطفاء، وهذا يمكن الشيء يمكن يعرف أصحاب يعني المنشآت هذه من خلال طبعا فرق التفتيش التي تعمل على مدار الساعة لكي تضبط هذا الموضوع. احنا نتمنى دائما التعاون، نتمنى عدم التخزين في أماكن غير مخصصة للتخزين. أيضا يعني من الملاحظات التي اكتشفناها في هذا المكان أخوي عبد الله، يعني أن للأسف أن مخزن ملاصق لمصنع، وهذا طبعا أمر خاطئ. يعني المنطقة بحاجة إلى تنظيم، هذا الأمر يشكل عبء كبير على إخوانكم رجال الإطفاء. يعني يوم أمس عملت فرق الإطفاء 5 فرق في البداية، ثم تم تبديل هذه الفرق في ظل أجواء قاسية جدا، سرعة رياح، ارتفاع درجات حرارة، هذا كله أيضا يعرض إخوانكم رجال الإطفاء إلى الخطر. فنتمنى دائما الالتزام في الإشراطات والضوابط التي يضعها قطاع الوقاية بالإدارة العامة للإطفاء. نعم نقيب رضا السلمان، مسؤول شبكات التواصل الاجتماعي بالإدارة العامة للإطفاء، نقول الحمد لله دائما وأبدا والحمد لله على سلامة أبطالنا أعضاء الإدارة العامة للإطفاء، وخطاكم السوء جميعا أينما كنتم. ما زال في الوقت بقية مشاهدينا الكرام، وأيضا نرحب بانضمام زميلنا عبد العزيز، حياك الله عبد العزيز. الله يحييك ويسلمك زميلي عبد الله، ومسي أيضا على زميلتي فاطمة، وأحلى مسا لكم مشاهدينا الكرام. وصلنا معكم مشاهدينا الآن لفقرة لغير الناطقين باللغة العربية، ويسرنا أن نلتقي عبر الفيس تايم مع الدكتور ألكسندر فيركي من جمهورية الهند الصديقة، وهو استشاري أمراض الباطنية في مستشفى الصباح. First of all دكتور، welcome to our show. Good evening Kuwait. Thank you, Mr. Abdulaziz, for inviting me for this program. You are most welcome, and thank you for joining us today in this evening in our show. Good evening, Kuwait. First of all, Doctor, what did you do in this pandemic?
Well, good evening. Before starting, I would like to express my gratefulness to His Highness the Emir of Kuwait and the Council of Ministers for their excellent leadership. And I'm thankful to our Minister of Health, all doctors, sisters, and supportive staff for helping us out in this pandemic situation. Well, coming back to your question, well, we have been in the hospital. We have to be in the hospital. So we were in the hospital and we were on high alert. We were under direction of the suggestions and administration from our administration, the Sabha Hospital, and for the Department of Medicine. Steps were taken to identify the disease at the beginning itself, even though it was a new experience for most of the doctors and other healthcare workers. Most of us have not encountered with such a situation before. Even with the suspicious symptoms in the beginning itself, patients were isolated and investigated for COVID-19. Public awareness through media, mainly public awareness through media and posters were implemented, and the discussions were so tamed to avoid panic among the people. This was mainly what we are doing during this pandemic concerned with the hospital. That's all. Thank you so much, Doctor, for sharing this information for everyone who's watching us through the KTV1 on this live stream. On behalf of myself and the working crew, and even my colleagues, Abdullah and Fatma, we are sending our gratitude and appreciation for everyone who's working in this exceptional circumstance, especially the first liners. Let me translate for our dear viewers. Thank you. سؤال الضيف كان عن ماذا فعلت في هذه الجائحة والأجاب قبل أن يتكلم عن هذا الموضوع. شكر دولة الكويت وعلى رأسها حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظ الله ورعاه والحكومة الكويتية على جهودهم لمكافحة هذه الجائحة. وأضاف أيضا أنه زاول عمله في المستشفى طيلة فترة الجائحة. Let me talk to another topic. Our guest, Dr. Alexander. How do you see the precautions and procedures in the state of Kuwait to contain the virus? As a matter of fact, Kuwait government and the Ministry of Health has taken meticulous steps in to contain the virus. Regarding the precautions, people were strongly advised about the mode of spread. Continue, doctor. The mode of spread of the illness and the important methods to prevent the infection. As all of us know, it is mainly teaching the public to stay at home and stay safe and to use the mask whenever they are out of home. Second is the social distancing, otherwise called the physical distancing. And the third important was using the hand sanitizers. Now, even the children are aware of these measures. Procedure-wise, mainly, that's the second part of your question, procedure was mainly isolation and teaching, treating the symptomatic patients. It was done at a different level. All our tertiary care hospitals has the facility to treat the COVID-19. Other than a fully dedicated Jabar hospital. Apart from this, government has made makeshift field hospitals also, where the patients are given more than enough required care. That's all. Thank you so much for sending this information. It's, by the way, it's very affirmative information that you are sharing with us. For everyone who's watching through the KTV1, the main channel on this live stream, سؤال للضيف كان عن كيف ترى الإجراءات والاحترازات التي اتخذتها دولة الكويت للوقاية من مرض الكورونا؟ وأجاب أن اتخذت الحكومة الكويتية خطوات مدروسة لاحتواء المرض وتكلم بإسهاب عن الإجراءات الوقائية لمرض الكورونا. Let me focus and highlight another topic about it, Dr. Alexander. What do you think about the commitment of medical procedures on citizens or resident doctor? Well, the medical procedures on citizens and residents have been done wonderfully well. They have been given all the facilities and care regarding the medical care which is to be given to them. That's all. Thank you so much, Doctor. Let me translate for our dear viewers. سؤال الضيف كان عن كيف ترى التزام المواطنين والمقيمين في الإجراءات الصحية؟ وأجاب أن كل من المواطنين والمقيمين ملتزمين ويطبقون الإجراءات الوقائية ويعملون يدا بيد لاحتواء المرض. Now, Doctor, it's time for our important question, and also because our time is limited, can you send the message in your own language to the viewers?
That means I'll be speaking in Malayalam then. Okay. It's okay. The air with you now. The mic with you. Okay. My message in Malayalam is that I will start now. ഒരു കാരണവശാലും ഭീതി വേണ്ട. നാം ഒരുമിച്ച് ശ്രമിച്ചാൽ ഈ അസുഖത്തെ പൂർണ്ണമായും തുടച്ചു നീക്കാം. ശ്രദ്ധിക്കുക. നമ്പർ വൺ, അത്യാവശ്യമായി പുറത്തിറങ്ങാതിരിക്കുക. നമ്പർ ടു, പുറത്തിറങ്ങിയാൽ മാസ്ക് ശരിയായ രീതിയിൽ വയ്ക്കുക. നമ്പർ ത്രീ, പ്രതലങ്ങളിൽ തൊട്ടാൽ കൈ കഴുകുകയോ സാനിറ്റൈസർ ഉപയോഗിക്കുകയോ ചെയ്യുക. നമ്പർ ഫോർ, അസുഖലക്ഷണം തോന്നിയാൽ അടുത്തുള്ള ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തെ സമീപിക്കുക. നമ്പർ ഫൈവ്, സമയാസമയങ്ങളിൽ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് കുവൈറ്റ് തരുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കുക. കുവൈറ്റ് ഗവൺമെൻറ് നമ്മോടൊപ്പം ഉണ്ടപ്പോഴും രാജ്യത്തെയും വ്യക്തികളെയും ഭയപ്പെടുത്തുവാൻ ശ്രമിക്കുന്ന COVID-19 എന്ന വൈറസിനെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് നേരിടാം, വിജയിക്കാം. ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. ദാറ്റ്സ് ഓൾ. Thank you so much, Dr. for being with us today on our show. Good evening, Kuwait. We're speaking to Dr. Alexander Virki from the Republic of India, and he's a consultant in internal medicine and at Al Sabah Hospital. كان معنا الدكتور Alexander Virki من جمهورية الهند الصديقة واستشاري أمراض الباطنية في مستشفى الصباح. وملخص اللقاء أعزاء المشاهدين دار حوله ماذا فعل في هذه الجائحة، بالإضافة لأهمية التوعية الصحية للجاليات للوقاية من مرض الكورونا، وبالأخير وجه رسالة بلغته الهندية عن طرق الوقاية من هذا المرض. وصلنا معكم مشاهدينا لنهاية فقرة الغير الناطقين باللغة العربية، فاصل وراجعين. और आप जब बाहर जाने का है तो ग्लव्स और मास्क जरूरी पहनने का है ताकि आप सब कानून सवाल से दूर रहे. كلنا مسؤولين. مستمرين معاكم مشاهدينا الكرام من خلال برنامجكم مساء الخير كويت. فقد قام مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي بجولة ميدانية لسوق المباركية للطلع على سير العمل بعد استئناف المحلات لنشاطها خلال المرحلة الثانية من العودة إلى الحياة الطبيعية. لمعرفة المزيد تابعوا من خلال هالتقرير. مشاهدينا، احنا متواجدين اليوم في سوق المباركية، وهذه الجولة اللي يقوم فيها مدير عام بلدية الكويت المهندس احمد المنفوحي وايضا العاملين في بلدية الكويت، والاطمئنان على سير الانشطة التجارية في سوق المباركية تحديدا في المرحلة الثانية. خلوكم معنا من خلال هذا التقرير. يعني احنا سعداء بعودة الروح اللي سوق المباركية، ويمكن احنا يعني جولاتنا الأخيرة كانت تركز على مدى التزام المجمعات وأصحاب محلات التجزئة على تطبيق الاشتراطات الصحية الواردة بقرار مجلس الوزراء. ويمكن الأسواق المفتوحة والشعبية يعني أصعب من المجمعات المغلقة، ولكن جهود الأخوان والجهات الحكومية يعني دللت كل هذه الصعاب. اليوم لله الحمد في التزام، في 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 رقابة، في أوامر غلق كبيرة تمت في الفترة السابقة. هذا نحاول أن يعني نتعامل مع هذا الموضوع بحزم، لأن في الأخير احنا نبي مصلحة المواطن والمقيم. سكرنا يمكن في الفترة السابقة يعني أكثر من 140 أمر غلق، سواء لمجمع أو لسوق، في تعاون من قبل أصحاب المجمعات في حال ورود أعداد كبيرة للمجمعات يقومون تطوعاً بغلق هذه المجمعات. أغلقنا بأوامر غلق، مخالفات لبعض الغير ملتزمين. فريق وزارة الصحة أمانة يعطينا انطباع دوري حول مدى التزام. بدأنا أول ثلاثة أيام
يمكن كان الرقم بحدود 60 أقل من 60% التزام بتطبيق الاشتراطات الصحية. اليوم بعد مرور تقريبا أسبوعين النسبة يعني بشكل عام 75، ولكن اللي يهمنا المجمعات يعني كانت 88%، المطاعم 90%. فبالتالي يعني بدأنا نسير بالاتجاه الصحيح. احنا هدفنا وكل هذا الحزم والشدة نحاول عدم خلق بؤر لهذا الفيروس، نحاول تقليص الأعداد، ويعني لله الحمد أعتقد أن الفريق نجح نوعا ما بالسيطرة على أو تحقيق أهداف اللجنة الوزارية. الحمد لله الأمور مطبقة بشكل واضح، هناك التزام، هناك الكمامات، كل من رأيناه اليوم ومع أنها يعني مفاجأة ما كان مخطط لها من قبل الإخوان، أعتقد هناك التزام وانعكاس الأرقام سواء من الفريق الصحي اللي قاعد يعطينا أرقام الخاصة بنسب الالتزام أو بعدد الإصابات اللي لله الحمد هي ما زالت بالأفريج وإن شاء الله تنزل وتصل إلى الصفر إن شاء الله. مثل ما شفنا مشاهدينا من خلال هذا التقرير، حرص كبير جدا من جميع العاملين في بلدية الكويت على الالتزام بالاشتراطات الصحية. نشوف الكل لابس الكمام، الكل ملتزم بالتباعد الاجتماعي، وهذه الاشتراطات وهذا الالتزام نتمنى ان احنا نشوفه في جميع الأنشطة التجارية والأسواق والمجمعات في ديرتنا الحبيبة الكويت. الشكر للزميل النشيط أحمد الفرحان وفريق عمل برنامج مساء الخير الكويت على تسليطهم الضوء على جهود بلدية الكويت الذين يعملون على قدم وساق خلال هذا الظرف الاستثنائي. مشاهدين الكرام، ما زال الوقت بقية نقدمه ونطلعكم عن طريق فقراتنا المتنوعة، ما زال لدينا الكثير والكثير نقدمه مع زميلتي فاطمة. شنو عندنا بعد من فقرات؟ عبد العزيز، مثل ما انت شايف احنا نحاول في مساء الخير يا كويت دائما ان احنا نغطي جهود كل قطاعات الدوله ومؤسساتها في مكافحه فيروس كوفيد 19، والحين راح يجمعنا لقاء عبر السكايب مع المهندس يوسف الكوت امير سر رابطه اعضاء هيئه التدريب بالهيئه العامه للتعليم التطبيقي والتدريب، وراح يكون حوارنا عن رابطه اعضاء هيئه التدريب بالهيئه العامه للتعليم التطبيقي والتدريب لتنظيم الملتقى التدريبي الثاني عن بعد. حياك الله مهندس يوسف معنا في مساء الخير يا كويت. حياكم الله. اول شيء حاب اشكركم اخوي عبد الله واختي فاطمه والساده المشاهدين، واشكركم طبعا على اهتمامكم في جانب التدريب في الهيئه العامه للتعليم التطبيقي والتدريب. حياك الله بالايمان وطاعه الرحمن مهندس يوسف. بدايه لو نتكلم عن تنظيمكم للملتقى التدريبي الثاني، ويا ريت نتعرف على الهدف من هالملتقى. طبعا اكيد نحن يعني تدرون مقبلين على مرحله جديده وهي عمليه التعلم عن بعد، الامر اللي يتطلب منا التنسيق مع مركز ابن الهيثم لعقد ملتقى برعايه سيد مدير عام الهيئه دكتور علي فهد المضف وتابع متابعه عمليه تسجيل المتربين. الهدف طبعا من الملتقى هو اعطاء مهارات يجب ان تكون موجوده في الشخص اللي بيتعلم اونلاين، مثل كيف تعامل مع الطلبه وطبعا مكانهم وكيفيه التعامل مع البيئه الجديده وتقليل التشتت، وايضا اعطاء المدرب مهارات واشتراطات والاساليب العلميه المناسبه. نعم مهندس يوسف، شنو الاسباب والتداعيات اللي خلتكم تعقدون هذا الملتقى؟ طبعا يعني من خلال الاوضاع الحاليه بوجود جائحه فيروس كورونا ومواكبتنا للمرحله الجديده والتوجه الى التعليم عن بعد، طبعا واحنا من يقود التدريب في البلد، لذلك وجب علينا ان يكون لنا بصمه واضحه، فراينا ان لا يلغى ويعقد الملتقى التدريبي الثاني، لان احنا اساسا كان ما كنا حاسبين حساب هذا الشيء، ومن خلال تطبيقات الكترونيه تماشيا مع الوضع الحالي تطبيقا لاشتراطات وزاره الصحه بمنع التجمعات، لذلك يعني عملنا هذا الملتقى اونلاين من خلال برامج مايكروسوفت تيم. نعم مهندس يوسف، نعلم أن الهيئة العامة للتعليم التطبيق وجامعة الكويت وجهان لعملة واحدة في حمل راية التعليم والتدريب وأخراج مخرجات مؤهلة تخدم الكويت. كلمنا عن دور اللي تقوم فيه رابطة أعضاء هيئة التدريب الهيئة العامة
للتعليم التطبيق والتدريب للتعامل مع تداعيات وتحديات أزمة جائحة فيروس 19؟ احنا طبعا احنا كرابطه احنا حلقه الوصل ما بين المدربين والهيئه، ومن بدايه الاحداث حتى هذه اللحظه كنا ولا زلنا على تواصل دائم مع المدربين ونقل المعلومات والقرارات اول باول، واخر اجتماعاتنا كان اليوم مع ادارات الهيئه المختصه لضمان انطلاق اليه التعلم عن بعد بشكل سليم. فاحنا يعني هنقول نمثل اعضاء هيئه التدريب اللي هو يقارب عددهم 1000 شخص في كل امورهم ومتطلباتهم واحتياجاتهم. نعم، يمكن من خلال هالاحتياجات فقط هذا الملتقى يقتصر بالمدربين ام شريحه اخرى مستهدفه من هالملتقى؟ لا طبعا احنا يمكن اكيد هو حاليا هذا الملتقى للمدربين، لان الحين صار سويتش انتقال من المرحله من التدريب التفاعل اللي احنا متعودين عليه كنا الى اللي خلينا نقول التدريب او التدريس الالكتروني. فلذلك خصص هذا الملتقى للمدربين اساس انه يكونون يعني خلينا نقول يشوفون البرامج المستحدثه، يشوفون الطرق السليمه والحديثه تواكبا مع المرحله الحاليه، فهو للمدربين مدربينا يعني. نعم مهندس يوسف، ودنا لو تكلمنا عن المحاور والمواضيع اللي راح تتناولونها في هذا الملتقى. طبعا المحاور مواضيع تخصصيه طبعا ترسخ مفهوم التدريب واساسياته وتساعده في العمليه التدريبيه. المحور الاول هو الكون يوم الاول، هي راح نتكلم عن المنهجيه البنتاغونيه للتدريب. نعم. اليوم المحور الثاني هو مراحل تصميم المناهج التدريبيه. نعم. المحور الثالث فهو معرفه الذات واهميتها وما يتعلق بالتدريب، وبعد ذلك كيف نتعلم اونلاين. يعني انا الحين في وضع ما اقدر اتواصل اجتماعيا او اقترب مع الناس، فلازم اعرف الطريقه اللي اتعلم فيها اونلاين. واخرا اللي هو التدريب نماذج افتراضيه مستحدثه، ما هي النماذج المستحدثه في العمليه التدريبيه؟ نعم مهندس يوسف، يعني في مدرب في مدرب، يمكن ذكرت انت الشريحه المستهدفه هي المدربين، ماذا عن المشاركين بالملتقى وتخصصاتهم مهندس يوسف؟ طبعا المشاركين هم 5 مدربين من الاكفاء ذوي الخبرات العاليه لا تقل خبراتهم عن 15 سنه في مجال التدريب، وايضا لهم لقاءات ولهم يعني خلينا نقول اكثر من دورات تخصصيه. الآن تطوعوا معنا ما شاء الله، احنا كنا نحتاج 5 اللي تطوعوا أكثر من كذي بكثير، وهذا يعني اللي جبلوا عليه أهل الكويت. طبعا يحملون خلينا نقول شهادات محلية وعالمية في التدريب، وهم اللي راح يقدمونها في الدورة. نعم مهندس يوسف، ومتى إن شاء الله راح تطلقون هذا الملتقى؟ طبعا هو إن شاء الله يوم الغد راح يكون أول يوم لمدة 5 أيام متتالية من الساعة 7 مساء ولغاية الساعة 10، راح تكون على مدى 3 ساعات يوميا. نعم، وشون طريقة التواصل معاكم؟ طبعا احنا يعني طبعا صدمنا من خلال الـ3 أيام الأولى في فتحنا التسجيل سجلوا معانا أكثر من 900 شخص في الدورات من مدربينا طبعا، وكان تفاعل جيد وكان تواصل ايضا جيد، تم تسجيلهم وتم رفعهم على نظام المايكروسوفت تيم، وهو نعم. النظام اللي راح نتواصل معه. طبعا هو طبعا الفئه المستهدفه اللي احنا راح ندربها هم مجموعه من المدربين من الـ9 معاهد اللي في قطاع التدريب، من معهد العالي للصلاه والفلاحه، معهد العالي للخدمات الاداريه، معهد التمريض، عندكم معهد شويخ الصناعي وصباح السالم الصناعي، المعهد المهني، المعهد الانشائي، معاهد كثيره يعني ان شاء الله ما كنت نسيت واحد. نعم يمكن مهندس يوسف لو نتكلم ايضا عن عمليه الهدف اللي وضع من اجل الملتقى، هل تتوقعون تجاوب مع الشريحه اللي راح تستفيد منها المدربين اللي راح يتخرجون خلينا نقول من هالملتقى ويستفيدون منه؟ طبعا هم مدربيننا ما شاء الله عندهم الخبرات الطيبه وتفاعلهم وتسجيلهم، هذا كان دليل كبير على ان عندهم القابليه الكبيره خلينا نقول للاستفاده، وهي تجربه جديده على اليوم خلينا نقول نظام التدريب او التدريس اسف عن البعد، هي تجربه جديده للجميع، ولكن انا متفائل فيهم وحابين واحنا ديدنا التطوير التعليم المستمر. نعم مهندس، هل في رسالة أخيرة حاب توجهها لمتابعين مساء الخير يا كويت؟
والله انا يعني انا طبعا متابعين ما شاء الله انتم من البرامج الجيده والحلوه والمتابعه من الكثيرين، انا عندي رساله ودي اوصلها. يعني يمكن اكيد فيكم قبل كم يوم الرئيس الامريكي وقع على امر تنفيذي يعتمد المهارات قبل الشهادات الجامعيه، واذا كان في جهه تطوير هذه المهارات فهو قطاع التدريب، فارجو من خلينا نقول الحكومه الكويتيه بالاخص رئيس الوزراء الاهتمام في هذا الجانب. احنا مقبلين على عالم جديد ومقبلين على كويت جديده 2035، ان شاء الله راح يكون لنا اليد المساهمه الاساسيه في ذلك. طبعا شاكركم على تواصلكم معنا الدائم وعلى اهتمامكم في الجانب التعليمي والتدريبي في دوله الكويت حبيبي. نعم، اذا مهندس يوسف على قدر اهل العزم تاتي العزائم، واحنا كنا ثقه فيكم ان شاء الله وبكل مؤسسات وقطاعات الدوله المختلفة، وإن شاء الله نتمنى أن هذه الجائحة تزول إن شاء الله باللي فيها ويبقى الاستفادة من هالتجربة. بالفعل، وأيضا نقول الحمد لله على السلامة لإخواننا في الإدارة العامة للإطفاء على اللي قدموا من جهد جميل طوال هذه الفترة في الظرف الاستثنائي، وأيضا لدينا الكثير تكلمنا عنه اليوم زميلتي فاطمة. الحلو زملائي ان بهالفتره هذه يعني وايد صار في ملتقيات، وايد صار في ندوات كلها عن طريق الاونلاين، وهذا الشيء يعني جهود يشكرون عليها شباب الكويت وايضا مؤسسات الدوله على ان هم مهتمين بالاشخاص وبالناس حتى وهم متواجدين في البيوت. بكذي وصلنا معاكم مشاهدينا لختام حلقتنا اليوم، شاكرين لكم حسن المتابعه. اذا وصلنا للختام، وفي الختام لم يبقى إلا السلام. لا يبقى إلا السلام، ونشكركم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة. شكرا لكم ومع السلامة.